مساء الخير، اهلا بحضراتكم. يوم مختلف تماما عن ايام الشتاء بتعيشه مصر النهارده، تحديدا القاهره كانت الاجواء فيها غريبه والناس كانت النهارده بتشهد امطار في طريقها، في شوارع رئيسيه، في ميادين، امطار غزيره جدا، تجمعات للمياه، وبالتالي طبعا كان ليها انعكاساتها من زحمه لمشاكل هنشوفها وهنتابع دلوقتي كمان التعامل معها تم ازاي. كانت في مناطق مختلفة، يمكن القاهرة الجديدة كان ليها نصيب كبير ومساحة على السوشيال ميديا من رصد عبر مقاطع فيديو لمواقف اتعرضت ليها القاهرة الجديدة النهاردة بعد المطر الكتير، واللي بدأ تقريبا كمان برعد وتلج في بعض الأماكن في القاهرة الجديدة، واليوم بقى كمل بالأمطار والمشاكل اللي تابعناها في أماكن أيضا مختلفة. التكدس المروري حصل كان في تعامل معاه من قبل وزارة الداخلية على الفور، كان ليها دورها في انها يعني ترتب المشهد اللي حصل فجأة بعد هطول الأمطار بالكميات الكبيرة دي، والحقيقة ان هي استمرت لساعات طويلة قوي. احنا النهاردة علشان نيجي مدينة الانتاج الاعلامي يمكن شفنا انه طول الطريق المطر مستمر، لانه اكيد في ناس بتمر على اماكن كتيرة مختلفة، المطر كان موجود بغزارة. وهنشوف النهاردة كمان معاكم واحنا بنشوف اخبارنا اهم المشاهد اللي كان ليها تعليقات من حضراتكم، وازاي كان في تعامل معاها من قبل الاجهزة الامنية علشان المرور يمشي والدنيا يعني ترجع مرة تانية على الاقل بشكل مستقر ومعتدل في الشوارع والكباري والأماكن الرئيسية، خاصة وقت خروج المدارس، وقت خروج الموظفين. بالتوازي مع الوقت ده كان في كمان عملية خاصة بشفط تجمعات المياه، طبعا دي عطلت شوية المرور، بس علشان الساعات اللي جاية تبقى أفضل حالا كان لازم يتم التعامل مع تجمعات المية الكتيرة دي اللي حصلت في أماكن مختلفة. في نفس الوقت اللي كان الطقس فيه مرتبك بالطريقة دي وعشنا الزحمة وعشنا المطر، عشنا كمان أجواء مباراة القمة بشكل غريب وجديد. مباراة القمة النهاردة اللي كان قاعد في البيت مستنيها كان نفسه يسمع أي قرار، كان بيشوف مشهد مش عارف اخرته ايه، اللي في الطريق زي حالاتي مثلا وعايز من خلال الراديو من خلال الموبايل يعرف الدنيا وصلت لفين، كان بيتفاجئ كل شوية بأخبار غريبة، انه يعني في النهاية بعد ما سمعنا انه هيتأجل للناشئين اللي هيلعبوا في الزمالك وصلنا للمحطة الأخيرة وهي المشهد اللي شفناه وخاص بوجود النادي الأهلي في الملعب بمفرده. طبعا هنشوف معاكم تفاصيل المشهد ده بالقراءة الرياضية وعيون الكابتن إبراهيم حجازي الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذ إبراهيم، إزيك؟ أهلا بيك أستاذ إبراهيم. هبدأ معاك يعني تعقيبك على اللي حصل. اولا عايز اقول ان احنا يعني ضربتين في الدماغ يوجعوا الحقيقه. احنا في 5 ايام حصل حاجتين فضحتين، اللي حصل في الامارات في الماتش برضو اللي كان بين الاهلي والزمالك اللي كان في الامارات، والاحداث اللي حصلت بعديه ده، وبعدين بعديها النهارده ان يحدث هذا الانسحاب. وفي عرف الرياضه الانسحاب دي حاجه كارثه كبيره جدا، يعني لان انا النهارده اللي حصل النهارده انا شايفه ان استهانه بال 100 مليون مصري، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده ما حدش عارف. ايوه قاعده بتسمع كل حد، الناس مش عارفين. صحيح. ده استهتار واستهانه واستخفاف بملايين المصريين للدرجه دي، ما عادش الناس لها قيمه يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. ما هو ما ينفعش النهارده ان يعني الحكايه مش اصلا مش دي مسؤوليه، الاداره مسؤوليه، انما النهارده انا النهارده اللي بيبقى في حاجه مهمه بتهم الناس، كره القدم دي بتهم شعب هنا وبره في الدنيا كلها يعني. والحدث اللي بيفرح شعب ويعكنن على شعب حاجه زي الكوره ديت، يبقى ده اسمه امن قومي، لان حاجه الناس بتحبها. لما يحصل حاجه زي ديت النهارده، ده بيبين ان احنا داخلين على مشاكل كبيره جدا. ما خلاص معناها كده ان في فوضى، خلاص ما هي اي حاجه في الدنيا ما لم يكن في نظام بيحكمها تنهار ايا كان، هتقع.
النهارده اللي بيحصل ده 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 بالظبط يعني نسف حاجات كتيره جدا في اعراف الرياضه في اعراف وحاجات كتيره وحاجات عمرنا ما سمعنا عنها في بلدنا يعني صراحه يعني. فالنهارده الحقيقه موقف مؤسف ومحزن. وانا النهارده طبعا ده كله طبعا لان كره القدم في مصر المنظومه بتاعتها منظومه فاشله للاسف. واحب بس اقول لحضرتك يعني ان احنا والله العظيم مصر ممكن ان تكون قوه كرويه عالميه خلال 10 سنين لان احنا عندنا المواهب. ايوه يعني بلد بلد ارضها بتطلع مواهب في كل المجالات على فكره. طاقات في الكره اللعبه الاولى عند الجمهور المصري على مر الاجيال والازمنه. استاذ ابراهيم العقوبات اللي ممكن يعني تقع على نادي الزمالك بعد المشهد اللي احنا شفناه ده. لا لا اصل اي عقوبه ايه؟ المساله مش العقوبات، المساله احنا رايحين على فين؟ المساله ان احنا رايحين، يعني انا النهارده حاسس ان انا مش هاخد الدوري، ابوظ الدوري مثلا، احنا رايحين فين؟ هو انا يا فيها يا خفيها، احنا مش شله وقاعدين نصحاب على في كافيه. دي بلد. دي مصر. اللي حصل النهارده رهام مؤسف جدا الحقيقه، جدا 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 جدا. لا بقى هضرب مثال لحضرتك بسيط بس. اتفضل. الشباب الصغير اللي هو اللي هم مواليد 99 و2001 اللي هو كان الزمالك واخدهم وداهم في عربيه، وطبعا ولا كان في حاجه ولا الامن قال ما كانش في الكلام ده كله، والامن نفى كل الحوادث بتاعت الاتوبيس على اتوبيس الزمالك. ده كلام الشباب ده اقدر ازاي اقدر اديله قيمه تربويه تاني؟ اعلمه تاني. ازاي اقدر اقول له خليك ملتزم ونظام واخلاق وبتاع وهو عارف انه بيشارك في حدوته كذب كلها؟ ازاي؟ ازاي احنا يعني انت واخده بال حضرتك ازاي؟ ايه المثال يعني انت شايفين الموسم الجيل اللي طالع حضرتك يعني تقصد الجيل بقى اللي هيخرج ده بعد ما كان جزء من هو خلاص بقى ده ما هو لما يعمل اي حاجه ما نزعلش منه بقى. لما يجي الشاب الصغير ده اللي هو عارف ان بيتقال له انت رايح المشي بس كده وكده مش هتروح يعني تمام، وطلع في المطره والبتاع والكلام ده كله، وبعدين انت لما حضرتك تشوفي رد الفعل على التواصل الاجتماعي كله من الزملكاويه والاهلاويه وكل المصريين، الناس زعلانه. وكل جماهير نادي الزمالك كان ليها تعقيب طبعا يعني. لا زعلانين. ايوه ده. يعني كانوا في بص حضرتك في موجه غضب اتساوت ما بين الطرفين لانه كان في رفض للصوره بشكل عام. ما انا بقول لحضرتك ما ينفعش ايا كانت، اصل دي رياضه يا ريهام، احنا خرجنا الموضوع وديناه في حته ثانيه خالص. ده رياضه، ده ناتج عن ايه؟ ايه السبب اللي بيحصل ده؟ ده التعصب. طب التعصب ده جاي منين؟ من التصريحات دايما الغير مسؤوله والكلام الغير المسؤول اللي بيطلع. ما هو ده بيشحن الجماهير، بيشحن جماهير اي حد. خلي بالنا ان ما حدش يستخف بالموقف ده. ال الراي العام والجماهير الكوره والناس، لا الناس زعلانه. ما حدش يستخف بزعل الناس. ولازم نرتب ونبقى فاهمين، وبعدين احنا عندنا بلد لها سمعه، ده احنا مصر. احنا اللي معلمين افريقيا دي كلها الكوره. طب تفتكر كده الراجل الحكم اللي كان موجود ده كان بيقول لنفسه ايه وهو واقف كده في المسخره اللي كانت موجوده ديت والمطره اللي نازله تسخ عليه كده وهو قاعد بيعمل حيقول لك طب انتوا لما انتوا مش عارفين تنظموا مباراه جايبين لي ليه؟ مش ده السؤال اللي هيجي على دماغه؟ الناس دي عندها الاستاد الكبير الحلو ده مش عارفين يعملوا ماتش؟ يقولوا اصل انسحب، هو في حين انت في حاجه اسمها انسحاب؟ مفيش تقدير للموقف يا استاذ. ايوه ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه، ده استهتار بمشاعر. أنا هختم بالكلمة اللي حضرتك بتقولها، إنه محدش يستهين بزعل جماهير الرياضة، وإحنا هنا ما بنصنفش أهلي وزمالك، جماهير الرياضة، جماهير الكرة المصرية، محدش يستهين بتقديم صورة وتصدير شكل يليق بمكانة ومنزلة مصر في النهاية، لأنه الكرة في مصر طبعًا ليها تاريخها الكبير والمعروف. شكرًا الأستاذ إبراهيم حجازي الناقد الرياضي.
قصدي على وجودك معانا وعلى قراءة المشهد اللي شفناه النهاردة اللي عشناه من بدري شوية بعد ما كان في عقوبات مفروضة بعد السوبر المصري واللي حصل في الإمارات، وبعد كده كان في بيانات اعتراضية وتهديدات أيضا بالانسحاب من قبل الزمالك، وحدث بقى ما حدث اللي احنا دلوقتي كنا بنستطلعه مع أستاذ إبراهيم قبل مباراة القمة وانتظار أتوبيس الزمالك، حتى كان المشهد الأخير اللي الاتحاد المصري قدم عنه اعتذار وقال أننا نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا وجود لأي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة. السطر الأخير ده خاص بمسألة وصول أتوبيس نادي الزمالك باللاعبين للملعب، اللي طبعا اتقال أنه بسبب المطر وبسبب الزحمة كان في مشاكل اتعرض ليها الأتوبيس ده، لأنه النهاردة يوم غير عادي في الطرق، وده كان المبرر. لكن دلوقتي الاتحاد طبعا بيأكد أنه أخذ إجراءاته وبناء على يعني التنسيق اللي حصل مع الأجهزة الأمنية ما قيل ليس صحيحا زي ما جاء في بيان الاتحاد المصري. محافظات مصر زي ما بدأت كده وقلت الأجواء كانت مختلفة عن كل أيام الشتاء النهاردة، لأن موجة عدم الاستقرار كانت مستمرة لساعات طويلة قوي عشناها النهاردة في القاهرة، وفي محافظات تانية كانت متشابهة مع القاهرة والمشهد كان متكرر فيها. الأمطار كانت بغزارة على عدد كبير جدا من المناطق، كان في نسبة لارتفاع المياه عالية في أماكن كتيرة، في فيديوهات من الصبح بنتابعها وبنشوفها على الفيسبوك والناس بتعلق، وفي نفس الوقت كان في تحركات لإنقاذ مواقف كتيرة منها أتوبيسات المدرسة على سبيل المثال. الموجة دي كان في تحذيرات خاصة بهيئة الأرصاد الجوية سبقتها وبدأت من يوم الحد، واستمرت التحذيرات والموجة لحد النهاردة، والهيئة طالبت على ضرورة طبعا ارتداء ملابس ثقيلة، قيادة بحذر على الطرق، والاستعداد لكل الناس اللي سايقة على الطريق، والترتيب لحدوث أي تغير في الجو مفاجئ. وطبعا كانت بتتحدث كمان عن الناس اللي بتقعد في الطريق كتير، الناس اللي هتسافر كان لازم تاخد حذرها. عندنا دلوقتي تقرير عن حالة الطقس. هكذا بدت العاصمة القاهرة بعد مرورها بسوء الأحوال الجوية. هنا تعبر السيارات والبشر، فعجلة الحياة لم تتوقف، غير أن الأمطار شلت حركة المرور في بعض المناطق ومنها وسط العاصمة، لتتخذ الدولة تدابيرها للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك بسيارات شفط المياه على المحاور الرئيسة لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط الأمطار على الطرق وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث. سوء الأحوال الجوية لا يقتصر على العاصمة وحسب، بل ضربت موجة الطقس السيء عدة محافظات، فتم إغلاق مدخلي ميناءين مطلين على البحر المتوسط بسبب الأحوال الجوية في ثاني إغلاق لهما خلال أيام قليلة في الإسكندرية. من المتوقع حسب هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة عدم الاستقرار حتى يوم الغد. من مصر، محمد عبد العال. معنا دلوقتي الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عشان نعرف أكتر عن أخبار الجو، خاصة بكرة إن شاء الله الطقس هيكون في الساعات المقبلة متشابه للنهاردة ولا هيكون في اختلاف. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير يا أستاذ ريهام، أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين ناخد يعني معلومة دلوقتي على الموقف للموجة اللي اجتاحت محافظات كتيرة النهاردة منها القاهرة. طبعا حالة عدم الاستقرار زي ما حضرتك ما ذكرتي، وفقا للبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت امبارح وذروتها النهاردة وهتستمر معانا بكرة الثلاث. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد من ضمنها طبعا القاهرة الكبرى. أيوه. فرص سقوط الأمطار مستمرة معانا خلال ساعة الليل، هتستمر معانا يعني يعتبر التحسن على القاهرة بعد ظهر غدا بإذن الله. يعني الأمطار مستمرة النهاردة بنفس المستوى ده الساعات اللي جاية دي في القاهرة؟ ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه مستمر طبعا فرص سقوط الامطار لغايه الصبح باذن الله. بعد ان شاء الله على ظهر الغد تبدا الاجواء تستقر بشكل كبير على القاهره، مع استمرار غزاره الامطار على الجهه الشرقيه عند من بورسعيد، مدن القناه، سينا،
المدن المطلة على خليج السويس تمتد إلى محافظة البحر الأحمر. طبعا كل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول أحيانا في وسط سيناء. الأجواء بإذن الله تستقر على كافة الأنحاء يوم الأربعاء بإذن الله. شبورة مائية كثيفة الصبح بدري ودرجات حرارة هترتفع تدريجيا وهتعود للمعدلات الطبيعية. يوم الأربعاء إن شاء الله تنتهي، لكن بكرة هل غالبا يعني توقعات حضراتكم أنه ممكن يكون في مشهد زي النهاردة كده، الأمطار اللي استمرت لساعات طويلة جدا، يعني حتى لو كان في أمطار الشتاء ده ما كانتش بتقعد للفترة الزمنية الكبيرة دي؟ لا يا فندم، هو إن شاء الله فرصة الأمطار الغزيرة وتواصل الأمطار هي فترات الليل مع بدايات الساعات الأولى من الصباح، وإن شاء الله بعد يعني غالبا بكرة إن شاء الله يا أستاذ محمود ممكن يبقى الطقس يعني عادي شوية عن النهاردة، أقل حدة. طبعا إن شاء الله أقل حدة إن شاء الله، يعني يكون أنهي حتة. طبعا هي بقول لحضرتك الأجواء هتستقر على القاهرة بعد الظهر إن شاء الله. الشبورة أخبارها إيه في الساعات الأولى للصباح؟ بعض المدن طبعا هيبقى عليها الشبورة، الطرق الزراعية القريبة من مسطحات مائية وارد تكون عليها شبورة مائية، ولكن الشبورة المائية الكثيفة إن شاء الله فجر الأربعاء مع الاستقرار في الأحوال الجوية. بعد الاستقرار ممكن تبقى كثيفة، ده حضرتك كده يعني التحذيرات مستمرة اليومين بالنسبة للشبورة صباحا. طبعا الشبورة المائية تكون كثيفة فجر الأربعاء وفجر الخميس، طبعا مع الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية بعد الأمطار عادة بتتكون شبورة مائية كثيفة خاصة يوم الأربعاء. شكرا جزيلا أستاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على التوضيح. يعني آخر الأخبار بالنسبة للطقس أنه احتمال الأمطار تستمر معنا لحد بكرة إن شاء الله، والشبورة حذر منها أستاذ محمود لأنها تكون واضح أنها كثيفة إنها بكرة الصبح وبعد بكرة كمان، حتى مع استقرار الطقس هيكون فيه في الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء إن شاء الله أيضا شبورة كثيفة. ده تحذير مهم جدا لكل الناس اللي بتبدأ يومها بدري واللي ممكن تكون واخدة طرق سفر إنها تحذر. تبعات سوء الأحوال الجوية، صدرت طبعا بيانات من قبل مجلس الوزراء، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعطيل الدراسة بالمدارس وبالجامعات غدا على مستوى الجمهورية نظرا لسوء الأحوال الجوية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع أن تسقط. دور كبير بتقوم به وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة على الطرق والمحاور اللي تعطلت بسبب الطقس السيء اللي أدى لتجمعات مية في الأنحاء المختلفة في القاهرة النهاردة. كانت مقاطع الفيديو اللي احنا بنعرض كمان البعض منها مع اختلافها بتتفق بأنه في أماكن للأسف منسوب المية كان مرتفع فيها، وبالتالي كان في مشاكل تعرضت ليها عربيات أو أتوبيسات مدرسة. الإدارة العامة للمرور وفرت عدد من سيارات الإغاثة المرورية وزعتها على كل أقسام الطرق، وبتقوم بمساعدة قائدي السيارات اللي تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات، وفي نفس الوقت ممكن كمان أنه المساعدة تقدم بعد الاتصال بالتليفون الخاص بالاستغاثة معانا دلوقتي على الهواء وعلى الشاشة. النهاردة كانت المشاهد دي يعني صعبة شوية، خاصة أنه فيها أطفال. المشاهد زي ما قلت لحضراتكم الأمطار زادت في وقت خروج المدارس، في وقت خروج الموظفين، أساسا الوقت ده بيبقى وقت الذروة، وقت الزحمة، وبالتالي المشاهد كانت يعني قاسية للبعض لأنه الموقف كان صعب. الإدارة العامة للمرور قدمت إرشادات عامة وتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين حرصا على سلامتهم للوقاية من كل أخطار الحوادث المرورية ومنع وقوع أي ضحايا نتيجة للطقس السيء والموجة اللي بتضرب المدن والطرق المؤدية لها. خلينا نتابع النصايح دي وهنرجع ونتكلم في تعامل الإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية مع بعض المشاهد اللي اتكلمت عليها مع حضراتكم دلوقتي.
الاتوبيس، اتوبيس المدرسه الانجليزيه، الاتوبيس ده كان في القاهره الجديده، القاهره الجديده كان ليها نصيب كبير جدا من المشاكل النهارده بسبب ارتفاع المياه فيها، وده كان في شارع 90، شارع البنوك، كان في اماكن مختلفه، ومن اصعب المقاطع اللي النهارده تم تداولها الاتوبيسات للمدرسه اللي كانت فيها اطفال، وطبعا خافوا من المشهد زي ما احنا شايفين دلوقتي. التعامل تم بسرعه، وكان مشهد الحقيقه بتظهر فيه وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور على قد المسؤوليه في ظل حاله الطقس السيء والامطار الغزيره، كانت موجوده زي ما احنا شايفين في الصوره، وكانت بتنقل الاطفال من الاتوبيس شخص شخص لمكان امن، وفي نفس الوقت يعني اتدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ الأتوبيس، أتوبيس المدرسة، هم الحقيقة كانوا اتنين، ووصلت الأطفال لبيوتهم، ورافقت هؤلاء الأطفال حتى يعني قابلت عائلتهم، وحتى وصلوا إلى بر الأمان. كان لازم نقول طبعا الدور ده، لانه دور هام، وفي نفس الوقت بيعكس حاله من اليقظه تجاه بعض المشاهد اللي يعني مهما كان في يعني صعوبه في بعض المواقف اللي تابعناها النهارده، ساعات بيبقى في اولويه لبعض هذه الصور، وبالتالي كان في تحرك لانقاذ الاطفال والاتوبيسين للمدرسة. بعد الفاصل هنكمل أخبارنا، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة السيد الرئيس استقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، ولتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وأكد أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة الإفريقية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول. من جانبهم أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم ما بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل للخبرات ما بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة. مصر دائما موحدة للدول العربية، وبتستضيف الفعاليات وبتستضيف المنتديات العربية والمؤتمرات الكبرى. النهاردة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة. الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات اللي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصة مكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف، الجريمة المنظمة، وأفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لكل هذه التهديدات على نحو شامل، بيراعي الأبعاد، الخصوصيات التنموية والخصوصيات الاجتماعية وكذلك الثقافية لكل الدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار. الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات الكثيرة والتحديات المتلاحقة اللي بتشهدها المنطقة، واللي بتنعكس طبعا تداعياتها على أمن واستقرار كل الدول العربية وعلى مستقبل شعوبها. أكد سيادته دعم مصر لكافة المبادرات اللي ممكن إنها تعزز التعاون ما بين كل الدول العربية، وده على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات. المجلس الأعلى للإعلام طالب كل الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية إنها تتوجه سريعا للأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وده لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون رقم 180 لسنة 2018 وللائحة التنفيذية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وهذا التاريخ هو 17 فبراير 2020. المجلس أكد في بيان أصدره أنه اللائحة التنفيذية دي استوفت كل إجراءاتها الشكلية، بما فيها أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلام
الإعلاميين، وأبدت كل هذه الجهات الموافقة التامة على كل ما ورد في مشروع اللائحة التنفيذية، وده قبل أن يتم إصدارها. هنتابع دلوقتي مع حضراتكم أهم الأخبار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في التقرير الإخباري اللي جاي. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ويحدد القانون اختصاصات هيئة المتحف كمجمع حضري وما يتضمنه من مبان وقاعات، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. خلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيدا للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك في واشنطن يومي 27 و 28 من فبراير الجاري بمشاركة رئيس البنك الدولي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ووجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مما يسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة. أطلقت وزارة النقل حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين بتجنب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكة الحديد للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد. كما تهدف الحملة للتوعية من أضرار ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مثل التسطيح على القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، والتوعية من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد الثامن من مارس وحتى الخميس 26 من مارس 2020 لتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات. معانا خبر محتاجين جدا ان احنا نسمع تفاصيله، نشوف صورة مشابهة ليه، نسمع زي الخبر ده اللي بيحمل الكثير من الوفاء والكثير من التقدير والاحترام من قبل الطلبة للمعلم. النهاردة في صورة فيها لمسة إنسانية كبيرة جدا لمسيرة عطاء لواحدة من المدرسات اللي واضح إنها كانت قمة في الأدب والأخلاق في التعامل مع الطلبة والطالبات. النهاردة طلاب وطالبات مدرسة الشهيد غازي اصطفوا بأسرهم بأهليهم في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية علشان يودعوا المدرسة اللي راح حلت وهي سايبة هذا الإرث العظيم مش بس للطلبة والطالبات دول، في الحقيقة هي كمان سابته للمدرسين مش بس في مدرستها، في كل المدارس. الأستاذة عصمت إبراهيم عبد القوي عفارة رحمها الله، النهاردة كل الطلبة كانوا بيودعوها وكانوا في غاية الحزن، شايفين الصورة، شايفين الأطفال إزاي مش مصدقين إنهم مش هيشوفوها تاني، إنهم مش هيتعاملوا مع هذا النموذج الإيجابي الطيب للمدرس أو المدرسة مرة أخرى. الناس لما فعلا بتأدي مهمتها بإتقان وبحرفية وبدقة وبوفاء للمهنة دي وباحتراف، في النهاية بتسيب هذه الذكرى الجميلة، خاصة وإذا كانت مهنة المعلم اللي فيها المثاليات واللي فيها الكثير من الدروس اللي محتاجين إن احنا نوصلها لأبنائنا، إذا ما بس عملناهم كويس في المدرسة، في اليوم اللي بيقضوه تقريبا معظمه في المدرسة، والتعامل بيكون مع المدرس ومع المدرسة ومع الناس اللي مسؤولين في الداخل رحمها الله. والصورة دي كنا يعني حريصين جدا ان احنا نعرضها النهاردة علشان نشوف ازاي يعني ده بمثابة حتى وإن كان وداعها حفل تكريم ليها والإنجازها في التعامل مع الطلبة والطالبات.
كنا في برنامج من مصر عملنا حلقة في شهر ديسمبر الماضي من محافظات الشرقية، ورصدنا بعض مطالب المواطنين، عرضناها على المحافظ وعلى أيضا المسؤولين، وحصلنا على وعود بتنفيذها في إطار المتابعة للمطالب دي، والتزاما من البرنامج بمبدأ الصراحة، لأنه أكيد لما نسمع المشاكل يهمنا مصلحة المواطن وكمان متابعة ما يتم تجاه كل مشكلة. كاميرا من مصر راحت محافظة الشرقية علشان تتابع تنفيذ المسؤولين لكل الوعود اللي قالوها قدام كل مشكلة سمعناها في الشرقية. كان من بينها شكاوي كتير متعلقة بالطرق وبالشوارع الجانبية. خلينا نشوف باقي المشاكل وإزاي تم التعامل معها. الرصف نفسه وجودة الشوارع برضه محتاجة نوع من الاهتمام. أطلب منه تنظيم الشوارع من البياعين عند المحطة، ما عرفش يمشي خالص من العربيات والمواقف اللي هناك. مشكلة مدخل البلد، الطريق متكسر والعربيات بتتكسر وهي داخل. الاهتمام اكثر بالنظافه وخصوصا في الشوارع الجانبيه بالنسبه للزقازيق. النهارده كمان عمرو خليل هيقدم لنا فقره خاصه من ارض الطيبين اسوان الجميله محافظه العراقه والحضاره، هنستعرض فيها اهم المشروعات اللي في محافظه اسوان في الفتره الاخيره، وهنستعرض كمان مطالب للمواطنين وبعض المشكلات اللي هتكون في حوار عمرو خليل مع محافظ اسوان اللواء اشرف عطيه ومع عدد من القيادات ومع المسؤولين في قطاعات مختلفه ومهمه وحيويه زي الصحه والاسكان كان وغيرها أيضا من القطاعات اللي هيتطرق ليها عمرو في هذا الحوار الهام مع اللواء أشرف عطية. هسيب حضراتكم مع هذه الفقرة وبشكركم على المتابعة.